تمام يا جماعه؟ طيب يبقى هنا النهارده احنا عايزين في الكورس ده نعلمكم اخر مود، اخر مود اللي هو انك تحل ماكسويل ايكويشن عشان تحل بقى الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد الالكترومغنتيك ويف رادييتد من انتنا او من سورس. النهارده العلم مش هيبقى تقيل، تمام؟ عايزين نوريكم كده ايه هي البارامترز اللي بتتعامل بيها مع الانتنا، ليه الانتنا بترادييت، يعني ايه هو المود اوف راديشن، يعني ازاي حته سلكه حديد، ما هي الانتنا عباره عن اي سلكه. انتوا اصلا نسيتوا حتى تقولوا احد الانتنز المشهوره قوي اللي كانت موجوده زمان يمكن بتعوش عليها دلوقتي، فاكرين العربيات كان فيها انتنا كده بتطلع بتطلع بتطلع، كانت اسمها سليف انتنا عشان بتخش جوه بعضها في زي السليف، تمام؟ عايزين نتعلم بقى ازاي الترانسميتنج والريسيفنج مود، ازاي نحل ماكسويل اكويشن ونجيب الراديتد او نحل الراديشن او اي راديشن، تمام، اللي طالع من اي انتنا وتعمل لها تحليل برضو. هناخد بعض البيزك انتنا اللي هي البيزك ستراكشر او البيزك كومبوننت، تمام، وبعد كده هنبتدي بقى نعرفكم على ايه البارامترز بتاعت الانتنا. يعني عندك انتنا ايه البارامترز اللي تتعامل بيها مع الانتنا دي، يعني المفروض تعرف لها ايه السبيكس بتاعت الانتنا. والعكس صحيح، لو انت مطلوب منك كديزاينر ان انت تصمم انتنا بيبقى مفروض عليك سبيكس معينه لازم تحققها. طب السبيكس دي ايه علاقتها بالانتنا وعلاقتها بالالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد الرادييتد منها؟ كل ده هنتعلمه في الكورس ده. يبقى الكورس ده النهارده هنبدا نوريكم كده شويه، انا حتى عامله لكم النهارده مقدمه كده بسحبكم بالتدريج. النهارده هنوريكم اشكال الانتنا، البارامترز بتاعتها، كلام كله لسه بقى الالكتريك فيلد مش هننزل من الاسبوع الجاي. خلاص؟ هنوريكم صور لاشكال انتنز حقيقيه وستيشنز حقيقيه من اصغر حاجه لاكبر حاجه. على فكره انتنز موجوده في حاجات كتير، ما حدش قال مثلا محطه الاقمار الصناعيه بتاعت النايل سات اللي فيها الاطباق اللي قد كده، ما حدش بيشوفها في 6 اكتوبر؟ نعم؟ وفي واحده في المعادي اللي هي الاولانيه القديمه. الجيش مثلا بتشوفوا العربيات الكبيره قوي اللي هي عليها اطباق ديت اللي هي بتلف وكده، ده الرادار انتنا. على فكره في انتنز مهمتها انها بتبعت اشاره تشوشر تجام اشاره تانية، زي ما عمركم ما شفتوا لما بيكون في تشريفه معديه وتلاقوا في عربيه كده عليها حاجات بتعمل مراوح مراوح ماشيه كده، محدش شافها؟ بنشوف التشريفه بس، احنا بنشوف العسكري وقف نعرف ان الطريق هيتقفل، مالناش دعوه بحاجه بعد كده. لو انتوا شفتوا او عند قصر الاتحاديه في مصر الجديده هتلاقوا ان في عربيه واقفه وعليها زي حاجه كده عامله ايه، حتى شكلها عامل كده يمكن تفتكروها بالشكل، واقفه على عمود كده فوق سطح العربيه تحسها زي بتاعت التلفزيون كده، بس هي مش بتاعت التلفزيون ولا حاجه، دي انتنا بتبقى هاي باور. خلاص؟ بتعمل ايه لما تكون يعني ان افكت او ان اكشن يعني، او في الفيد بتاعها دخل عليه باور، بتجنريت سيجنال باور بتاعتها او امبليتيود اعلى من الاشارات العاديه، فتمنع اي اشاره انها تدي ايه سيجنال او كده. يعني ليه؟ امنيا، واحد مثلا واقف من بعيد بيدي اشاره على الموبايل، تمام، عشان مثلا يدوس على زرار او يفجر حاجه مثلا، تيجي الاشاره دي تعمل هجامنج او هايجاكينج عليها، تقتلها او ايه تشوشر عليها، تخليها تحت في النوز فلور بتاعتها، ماشي؟ ففي دي انواع من الانتنز بقى في الحاجات العسكريه اسمها الجامنج. طبعا من اشهر الانتنز الموجوده الرادارات، احنا الناس اللي جايه من التجمع وراجعه من التجمع واللي راحت مدينه نصر والحاجات الجديده كلها. ممكن تعلي صوتك شويه؟ بالظبط كده، انت لو عديت في الحته اللي فيها العربيه المكالمه هتقع وقتي. لا مش جوه القصر، انت هو بيبقى حاططها دايما عند السور عشان ما حدش يجي، هو ما حدش عارف يخش القصر صح؟ ولا حد يقدر يرمي حاجه لانك اول ما دي الكاميرا هتجيبك، لكن ممكن حد مثلا الموديل اللي هو بتاع مثلا التيروريزم المشهور مش في مصر بس في العالم كله، ان واحد يمشي يقوم سايب حاجه ويمشي. وبعدين هو من على بعد هيدي اشاره للحكايه دي. تمام؟ فده موديل موجود، يعني موديل حتى موجود في دول العالم اللي هو التفجير عن بعد، تمام؟ فهو دايما بيحط حاجه زي كده الاشاره تشوشر على منطقه معينه. بقول لك لو انت عديت بالعربيه جنب هنتكلم بقى على الانواع الايزوتروبيك والاومني والدايركتيف وكل الحاجات دي هنتعلمها، وهنشوف ايه انواع الانتنز وازاي تصمم الانتنة عشان تكون بالشكل ده، تمام؟ ده بقى انواع الراديشن بتاع الانتنة، لسه هنتعرف على الحاجات دي مع بعض. لكن عموما الانتنة انواع كتير، منهم مثلا بصوا على الشكل ده، المحطه دي محطه ارضيه موجوده فين، انا نسيت وانا بكتب، ده انتنة واحده بس شبه الدش اللي فوق السطح، فاكره عارفه بس على كبير شويه. على فكره دي محطه كبيره موجوده في امريكا، ودي عشان تأوبزرف ساتلايت
او توبزيرف او تعمل كوميونيكيشن مع السبيس. المحطه دي مش بالشكل ده، دي انتنة واحده بس من الانتنات اللي موجوده فيها. لو عايزين نشوف شكل المحطه دي بنسميها الفيري لارج اري. بصوا ده هتاخدوا بقى الاريز معايا في الكورس، اسمها المصفوفات. يعني ايه المصفوفات؟ يعني انا عندي انتنة واحده ليها سبيكس معين، مش هقدر كديزاينر ابوش السبيكس اكتر من كده. يعني مثلا انا دكتوره انجي انتنة الجيم بتاعي 2 دي بي. يعني ايه الجيم بتاعي 2 دي بي؟ يعني انا كمهندسه او سوري انا كانتنة اقدر انقل الاشاره بقدره 2 دي بي. بعد كده يحصل ايه؟ الايه هتفيد، هالسيجنال هتقل. طب لو الجيم بتاعي اعلى قدره اكبر ان انا انقل تمام لمسافه اطول لان عندي جين عالي. طب حلو قوي. طب افرض بقى خلاص انا عندي انتنه واحده جابت اخرها زي ما انتوا بتقولوا كده، كمهندس ما تقدرش تجيب اعلى من كده. فلجأوا لحل تاني قالوا اسمها المصفوفات. يعني ايه؟ يعني اجيب 2 انتنز او 3 انتنز او 4 انتنز واحطهم جيومتريكالي او الكتريكالي بطريقه معينه وهندرسها مع بعض، بحيث اللي زي السوبر بوزيشن افكت بتاع الاربعه مع بعض يديك الحاجه اللي انت عايزها. والحاجات دي انواع، يكبر الباندويتس، يعلي الجين، يروح لاتجاه معين. ما هو شارب جين يعني هبقى دايركت على اتجاه معين، كل ده بيبقى مطلوب. لو بصينا على الشكل قدامنا دي، لا ده واحد انتنه ودي شكل المحطه او الواي او الشكل ايه الاري المحطوطه فيها. مش شرط حتى يكونوا صف جنب بعض، ممكن يكونوا باي ستراكشر انت عايزه عشان تحقيق هدف معين. وفي الكورس هنا عندنا هتتعلموا الاريز وهتعلموا ازاي ترسوم او حتى ترجعوا بالراجع. لو انا عايز ديزاين او عايز الانتنه مثلا ترديت عند الباشمهندس ما ترديش عند الناس دي كلها، اقدر اصمم الديزاين بتاعي عشان اعمل الهدف ده. وده هتاخدوه في الكورس. يعني هتطلع من هنا تقدر تصمم اريز. كان عندي سنه من السنين كان في زي بروجكت او كده، ناس عملوا بالماتلاب ان واحد ايه ان اري ايه يشوف هدف معين يبتدي يحصل بيم ستيرنج زي كانه ذكي يلف ورا هدف، فعنده شايف هدف يتغير البارامترز بحيث تتهك الهدف ده. ده شكل. انواع تانية نانو اريز او نانو انتنس. الوقت كمان حتى اللي فيه ثوره او في الحاجات الجديده في مواد كتير دخلت جديد حتى عشان تعمل الراديتور. الانتنز او الحاجات المتعارف عليها كوندكتور داي الكتريك البوردات مع السيستم زي الموجود زي الموبايل. انت لو فتحت الموبايل هتلاقي بورده خضراء كده او بورده اي لون، وهتلاقي الانتنه جزء من السيستم عند التوب فوق اللي هي بيسموها بيفا انتنه. هبقى ممكن نبقى نوريها لكم anyway. بس قصدي هتلاقوا على البورد عاديه. دلوقتي بقى في ثوره او يعني الحاجات الجديده دلوقتي الناس بتحاول انها تعمل الانتنه من مواد مختلفه. يعني من اشهر مثلا التطبيقات دلوقتي ان نعمل انتنه فليكسبل على مواد مرنه او لينه. ليه؟ ايه الاحتياج لكده مثلا؟ احنا مهندسين سينيور يعني. ليه الناس لجأت لمواد جديده؟ يعني احنا زمان كان كل الانتنس بتتعمل على الاف ار 4 والديرويد. الاف ار 4 ده اللي هو البورده الخضراء اللي بتشوفها في اي لعبه اطفال او بتاعه الموبايل لو هي فئه عاليه شويه. ليه الناس النهارده او ليه بداوا يدوروا على مواد جديده؟ يعني دلوقتي في حاجه اسمها ليكويد انتنه. فعلا فعلا في فليكسبل انتنه، في بيبر بيزد انتنه، في تكستايل انتنه. نعم عايز ايه؟ سرعات اعلى. بيقولك عشان عايز سرعات اعلى، مش ده الهدف. السرعات الاعلى دايما تيجي في الانتنه لو الباندويتس بتاعها كبير، معنى كده الكباستي بتاعتك اعلى وتقدر تنقل ببيت ريت سريع. لكن تغيير المواد بيبقى بيزد على الابلكيشنز اللي موجوده. دلوقتي مثلا بيكون في تكستايل انتنه عشان عايز يبقى في سنسور موجود على الجسم او حاجه تراكنج مثلا، فعايز انبده في الملابس. الفليكسبل سبستريتس مثلا ارخص بكتير من المعدن اللي انت عارفه العادي. فبقى في تطوير كل شويه وبقى في مواد جديده حتى بقت انوفيتيف حتى في تصنيع الراديتورز اللي انت ايه عايزها. ودي من الحاجات حتى اللي انا طرحها فيها مشروع التخرج يعني. اوكي ايه تاني؟ في انتنس كمان صغيره جدا جدا جدا. يعني ايه؟ يقول لك سمول سايز انتنا. تسمعوا الاسم ده حتى لو حد بيقرا كتاب او بيقرا سيستم او حاجه. يعني ايه سمول سايز انتنا؟ هو الريزولوشن بتاع البتاع ده وحش. انا بنعمل برين ستورم من كده فريحوا يعني مفيش حاجه. ايه برين يعني ايه سمول سايز انتنا؟
الانتنه زي اي استراكشر بندرسه في الالكترومغنيتيك ويف، السايز بتاعه ريليتيف للويف لينث. فالسمول انتنة ديت صغيره جدا بحيث انها اقل بكتير قوي من 0.1 لامدا او من 0.05 لامدا، من نص لامدا. يعني استراديت افيشنتلي برضو بتتعمل ازاي برضو، دي من الحاجات اللي موجوده. اشكال تانية انتنة موجوده في بورد. لا الفريكوينسي، نعم ايه الانتنة دي تفتكر؟ حسب شكل الانتنة، حسب الماتيريال المستعملة فيها. يعني انت الانتنة اللي هي موجودة في البيت بتاعت الواي فاي معمولة من ايه؟ مش عارف. طيب الطبق اللي فوق حديد، معدن يعني كوندكتور. ايه تاني؟ هوريكوا اشكال دلوقتي. الانتنة ممكن تتعمل من ايه؟ ممكن تتعمل من معدن خالص زي الانتنة اللي كانت في العربيات القديمة اللي هي السلكة. ممكن تتعمل برينتد على بوردة اللي هي المايكرو ستريب انتنة او البلانر ستراكشر انتنة. يبقى في بوردة وبتطبع عليها حتة نحاس كده، والحتة النحاس دي هي المسؤولة عن الراديشن. بس في شروط عشان تبقى راديشن. ما انا ممكن زي ما قلت ممكن، ما هو ممكن ده يكون حتة نحاس سلكة، السلكة ديت ممكن تراديت. نعم ايوه، اما حاجة تطلع برة. بس زمان بقى مع دكتور طارق الراديشن ده كان لوسز. هنا بقى الراديشن هيبقى مقصود، انت عايز السيجنال تسيب السلكة او تسيب الكوندكتور وتأمت في الهواء. يعني الباشمهندس بيسأل، الباشمهندس بيسأل بيقول هو الراديشن مود اللي حضرتك بتتكلمي عنها ديت هي نفسها الراديشن مود اللي كانت مع دكتور طارق؟ حد فاكر الراديشن مود اللي كانت مع دكتور طارق؟ هي ايه الراديشن مود دي اللي كانت مع دكتور استاذ زيك سمير؟ في حاجه؟ لا انا تمام. 149 148 حاجه. لا هقول لك بعد. حاضر، دي حاجه. الناس بتسال على الراديشن مود يا جماعه، احنا لسه ما دخلناش في العلم. الراديشن مود ايه؟ الراديشن مود اللي كان مع دكتور طارق ما كناش عايزينه هناك، كان بيحصل امتى؟ لما البيتا ما كانتش بتبقى ريال نمبر. يعني ايه؟ يعني ما يحصل اكسايتيشن للويف جايد كان المود ده ما يكملش بروباجيشن جوه فيخرج بره. ففي ناس كانت بتموت ايفينيسنت ويفز، وكان في راديشن ويفز اللي هي بتطلع بره البتاع. المره دي الراديشن مقصود، انا عايز السيجنال تطلع من الانتنه دي تمشي في الهواء، هتقابلها انتنه ثانيه تستقبل السيجنال اللي موجود عندك دي. في مشكله في كده؟ هو ده الكورس اللي انت فيه. حر، احنا بنسلق هموت، وانا كمان والله ابتديت. ايه؟ حته سلك، ومش شرط تكون حته سلك طول الوقت، ممكن بقى تبقى طبق، ممكن تبقى هيليكال انتنه. فاكرين الموبايلات القديمه اللي كان ليها حته كده صغيره من فوق؟ لو حد فك البتاعه ديت هيلاقي هيليكال من جوه. شكلك فكيت واحد قديم زي سوسته القلم الجاف. ايه تاني؟ لو فتحت لعبه، لو فتحت الموبايل بتاعك، لو اتفتح قدامك بعد الشر يعني هنا هنا في الحته دي في الجنب هنا ورا، هتلاقوا انتنه كده على شكل حرف اف، اسمها بلانر انفيرتد اف انتنه. مقصود كل حاجه مقصوده ليها شكل، بس بلانر يعني مطبوعه على بورده، انفيرتد اف لانها اف مقلوبه وليها كاركترستيك معينه متظبطه على فريكوانسي الموبايل. من اشهر يعني وفيري كومباكت يعني عشان المسافه بتاعته. تمام. فالسلكه انواع. يعني احنا دلوقتي عايزين نقول الكورس ده احنا هندرس سلكه كوندكتور هيراديت، هيطلع راديشن مود، الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد معاها، دي الكتروماجنتيك ويف في النهايه. السلكه دي انواع، احنا هندرس الانواع دي، كام شكل سلكه ممكن يراديت، وكام تكنيك كديزاينر ممكن اطلع بيهم السبيكس بتاع الفيلد اللي هيخرج من السلكه دي. ايه رايكم في اللمه دي؟ يعني احنا هنشوف السلك انواع والاستراكشرز انواع، هتطلع الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد،
شكل الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد او الراديشن بتاع الانتنه دي اللي طالعه من السلك ليه كاركترستيك معين. هندرس البارامترز بتاعته وكمان هنتعلم ازاي نديزاين عشان نتحكم نطلع راديشن بشكل معين ومخصوص. ما انا ممكن اكون عايز اطلع راديشن في كل اتجاه صح؟ في الحاله دي اسمي اومني دايركشنال انتنا. انا ست واقفه كده بوزع حب على الجميع، بطلع باور هنا واحد وهنا 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 واحد. وممكن يكون اسمي ايزوتروبيك انتنا، مش بس في البلان اللي انا واقفه فيه بطلع ايكوال باور، لا ده ايزوتروبيك في 3 دي اطلع ايكوال باور ان اول دايركشن. وممكن بقى اكون ست ايه، انا عايزه بقى دايركتيف انتنا، انا عايزه اكلم الشخص ده على 60 درجه فكل الباور بتاعتي هطلعها هنا. لو انا ديت الهدف بتاعي في الكوميونيكيشن، ايه الداعي ان انا اطلع باور في ورا او في 60 30 او في 20 او في 10 او في ماينس 60؟ مفيش داعي. عايزاكم كلكم از ماتر اوف كونسبت تتخيلوا ان الراديشن حوالين الانتنا عامل زي البرتقانه، او بلاش برتقانه عشان انتوا هتبقى ريجيد، بالونه. بالونه دي على شكل كوره، يعني دي الانتنا او ده الرادياتور. انا مش عايزه كلام فوق، هي محاضره فن بس ايه يعني لسه ما فيهاش معادلات وهكتب كتير، لكن اسمعوا بقى الاساسيات دي الاول. لو ده الانتنا تخيلوا عليها بالونه من كل الاتجاهات على شكل سفير. لو هنا ده الرادياتور يبقى في الحاله دي شكل الراديشن انتنسيتي او شكل الراديشن حوالين الانتنا اسمه ايزوتروبيك، يعني في 3 دي دايمنشن راديت ايكوال ان اول دايركشن. لو جيت عملت البالونه كده خدت نفس كميه الباور وجهتها في اتجاه معين بنسميها دايركتيف. طب لو وزعت الباور ايكولي بس في بلين واحد بنسميها اومني دايركشن، اومني احادي الدايركشن ايه؟ بوزع ايكوال باور ان سيرتن دايركشن، يعني لو واقفه هنا ده الاكس واي بلين بتاعي فانا بوزع ايكوال باور ان اول دايركشن، مش شرط يكون في الدايركشن الثانيه، فساجد بسمي الراديشن ده اومني دايركشن، ده كلاسيفيكيشن للراديشن باترن مثلا. دي اشكال تانية من الانتنز برضو اللي قلنا معموله على ورق. كل دي صور لاشكال انتنة جديده وقديمه او كلاسيكيه وحاجات حديثه. يعني زي ما قلنا احنا جايين الكورس ده ليه؟ لازم نعلمكم احنا جايين نعمل ايه. احنا جايين هنا عشان نتعلم اساسيات الراديشن مود، فاكيد هنتعلم شويه بيزك انتنا اللي هم الاساسيات تحت اللي هم فاندمنتال، وبعد كده هنعلمكم ازاي تعملوا ديزاين. ما لحقتش اقول حاجه ماشي. ها هرسم لك دلوقتي ثلاث رسمات وهقول لك الفرق بينهم ايه. ادي الانتنة وادي الكورة حواليها في 3 دي. انت كده بتراديت ايكوالي ان اول دايركشن سا ايزوتروبيك. ودي على فكرة يعني مش مفضلة اصلا، يعني لو في انتنة ايزوتروبيك عادة ده مش موجود او مش حقيقي قوي، ده لو اتوجد بس ده في اهدار الباور. انت مش عمر ما في حد عاوز يراديت ايكوالي في كل الاتجاهات في كل البلينز. الحاجة التانية اللي موجودة الاومني دايركشنال، يعني انت لو عملت كده خدت بلين معين اكس واي بلين، تلاقي لو الانتنة واقفة هنا هتلاقي انت ايه واقف في الاكس واي بلين، هتلاقي راديت ايكوالي في نفس البلين. انت لسه هتدرس الراديشن كاركترستيك. الناحية اللي هناك ادي شكل راديشن باترن من انتنة، حاجة عاملة كده. انت هنا بتراديت في الزيرو ديجري ومانع ايه؟ حطيت كل الباور اكنك عملت سكويز لده وحركت الباور في اتجاه معين زي ما انت عايز. لسه بقى هنرسم الكلام ده. لما نيجي نتعامل مع الانتنه احنا هنتعامل مع السفيريكال كوردينيت دايما، يعني واحنا بنحل ماكسويل ايكويشن هيبقى حلنا كله في السفيريكال ار وثيتا وفاي. احنا بنشتغل 3 دي سفيريكال كوردينيت سيستم. سؤال لسه بقى هنتكلم ده، دي لسه فيه حكايات. ده اسمه البروباجيشن، ده كورس البروباجيشن مش هنا بس، هنتكلم برضو عليه شويه لما نيجي ناخد الريسيفنج والترانسميتنج مود حسابات الباور بادجت. نريح شويه من الكلام عن الانتنة. هنعمل ايه في الكورس ده؟ الكورس ده انا مش عارفه في اللائحه دي غلط ولا انا هتاكد لسه، ان امتحان الفاينل عليه 60 مش 40. ايه كتير. ما هي ما اعرفش هل ده عشان التيت. انا اول مره درست 2 كريدت اور فما اعرفش، كان كل مره 40 60، بس المره دي بقى الموضوع معكوس 60 40. 60 40 فاينل 60. لا كان العادي عندنا
ده مكتوب عندي في اللائحه بتاعت الكليه، فانا هتاكد الرقم ده يعني تايبو ولا في حاجه. بس لو احنا مفيش معمل انتنا دي 210، يعني ساعتين محاضره في الاسبوع وساعه توتوريال في الاسبوع، سكشن ساعه. حاضر، انبه على المعيد ساعه ويمشي. حاضر تمام. بما انكم بقى اشتغلنا مع بعض ميجر تاسك قبل كده، طبعا انتوا عارفين حسب القواعد الكليه الميد ترم عليه 20 والامتحان كده عليه 60، ادينا بقينا في 80، والكويز لازم يبقى عليه 5. وطبعا انتوا عارفين برضه من الحاجات الجديده اللي الكليه نزلتها الفورماتيف اسسمنت، تقريبا انتوا جربتوها معايا الترم اللي فات، اللي هو بننزل لكم مساله مثلا من امتحان قديم من ميد ترم من كويز كان معدي كده، ونقول لكم حلوها واختبروا نفسكم ايه، وهنحط لكم الحل. لو بتحاول تقيم نفسك بتعرف تعمل اناليسيس اند سو اون تمام. فده هيبقى موجود وعليه طبعا صفر لان ده فورماتيف. تمام، نيجي بقى للميجر تاسك. انتوا بقى حابين الميجر تاسك اللي انا محضراها، يعني ايه بونص يعني، دي اكبر درجه اسمها ميجر تاسك. مستيك كتير. طب ما انتوا عالم فراوده اهو. لا السنه دي انا مقطعاهم حتت بقى، دفعه كبيره. ايه؟ احنا ما نعرفوش. لا انت سنه رابعه بقى الاكسبكتيشن فيك عليت، وبعدين انتوا دفعه شاطره ما شاء الله، انتوا محطمين جميع الارقام القياسيه في النتيجه. يعني انتوا ستريت ما شاء الله 40% ايه بلس في اي ماده، يعني نسبه الايه الامتياز بس في اي ماده 40%. فانتوا محطمين كل الارقام القياسيه، انا شفت نتيجتكم في الكنترول. في دكتور يا عيني كان بتاع ماده انسانيات كان قاعد جنبي، قال لي انا حطيت السؤال غلط. عدلوه حلوه. ليه بتعملوا كده ليه؟ حصل شفت اهو عارف نفسه. طيب بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، انا بدايه النهارده هحمل ال ام اس. طريقتي في الشغل هتبقى كالاتي، زي ما قلنا هنزل لكم الجدول بتاع السيلبس بتاع المنهج، يعني التقسيمه بتاعته. بحب كل حاجه تبقى بالتفصيل وعلى نور من الاول. فزي ما قلنا البلان بتاعتي ليكم في الكورس ده، طبعا هنيجي المحاضره تمام، كل اسبوعين هيبقى عندك كده ايه سب تاسك ليها هدف معين هتحققه تمام. الشغل السنه دي بيرز، يعني كل واحد يقنتم معاه واحد بس البروجكت، يعني هيسلم البروتفوليو مع واحد بس ماشي، يعني كل اتنين هيسلموا بروتفوليو في اخر السنه تمام. طول ما انت ماشي بتاكيوميليت في البروتفوليو بتاعك ده. مفيش بقى السنه دي بوستر عشان جالي فيدباك منكم زي العسل. ليه بقى؟ الناس اللي كانت معترضة على السنة اللي فاتت قالك انا مش فاهم يعني لما اعمل بوستر هستفيد ايه، وليه الحاجات ديت، ودي حاجات مش تعليم. فالسنة دي بقى هتتعلموا. انا الصراحة شايفة ان انت لما تمسك حاجة وتعملها فيجواليزيشن افكت او تعرضها او تحاول تفهمها لحد تاني، او ده في حد ذاته مهارة. لكن بقى السنة دي انا هاخدكم كده تعملوا شوية توبكس، زي ما قلت لكم هيبقى عندكم دايما كل اسبوعين بعد ما تخلصوا جزئيه معينه هتنزل لكم بقى حاجه، يا ديزاين بيزد يا ريسيرش بيزد يا سيميليشن بيزد، وهتبقى دي مسك الختام. الجدول بالطوال في الاخر هتسميتوا كل ده مره واحده في نهايه السمستر، يعني كل واحد هيشتغل بالبيس بتاعه، او كل تو هيقعدوا يشتغلوا مع بعض يخططوا بقى للبورتفوليو بتاعهم على مهلهم. وعلى فكره التاسكات ريليتد للكونتنت اللي انت بتاخده، يعني مثلا بعد خلص محاضرتين هينزلك مثلا حاجه تحلها او مسائل تعملها ايه تشتغل عليها. هتخلص التاسك دي اللي بعده. عايزين تعملوا تشيك بوينت بعد الميد ترم مفيش مشاكل عندي. تمام؟ لكن السنه دي الميجر تاسك انتوا دفعه كبيره، عايزين نضمن ان كل الناس اشتغلت. انتوا سينيور خلاص الاكسبكتيشن فيكوا بقى عاليه، انت خلاص انت مهندس الغد. ايوه امال حصل. وعشان نعلمكم شويه فهيبقى في عندكم ايه 5 الاساينمنت ده من 15 درجه، كل ستيج فيه الويت بتاعها تقريبا 3% او الثلاثه اللي هم ايه 3 درجات هتقعد تاكيوميليت فيهم. لكن صدقني كل ستيج هتعدي فيها هتتعلم حاجه، هتنوع بقى بين الديزاين للسيميوليشن للريسيرش. طول ما انت ماشي هتعلم حاجه، مش حاجه كبيره، مش هتقعد بقى تكتب صفحات قد ما ايه كل تاسك مثلا 5 5 5 5 5 5. نعم اكيد طبعا، اكيد مش هسيبك لوحدك. تعالوا نديكم امثله. معرفش بقى ده هيبان هنا بالطريقه دي.
ده بيبنشن. الورد ما بيبانش. الورد ما بيبانش هنا. تحطها على الباوربوينت. زي ما قلت لكم هنبعت لكم على ال ام اس، هبتدي اتحمل ال ام اس، هتشوفوا ستايلي في ال ام اس الترم ده كمان مختلف. هبتدي ارفع المحاضرات اللي انا الباوربوينت اللي انا مديها، وهنزل لكم دايما سبلمنتري سلايدز او سبلمنتري فايلز تساعدكم على مورد ريفيشن، او اللي عايز يقرا اكسترا، او اللي عايز اي موضوع هتلاقي دايما السبلمنتري سلايدز فيها حاجات هاند اوتس تساعدكم كتير. دول مش ماشيين. كل محاضره قبل ما تجيها هينزل لك فيديو، يا ريت تتفرج عليه قبل ما تيجي. ايه يعني؟ لا ابعت لك اخر اغنيه لنانسي عجرم عشان تفرش كده. اكيد فيديو ليه علاقه بالليكشر. ولو عايزين اغاني مفيش مشاكل، بحب الاغاني جدا. صح، الناس اللي ورا اللي بتبتدي تشيل الهم يا عيني. فاحنا زي ما بنقول كده عندنا هوم ورك، كل واحد بقى يدور على ايه الشخص اللي هيصعب. مش عايزين بقى خناقات، انت خلاص بقى داخل على الشغل، يعني زميلك نصيبك هيصيبك، ممكن تعرف واحد ما تعرفه. فكل واحد بقى يشوف واحد كده ايه هيبقى نصيبه واسمته هو اللي هي. ما بيش اخلي كل واحد لوحده، قلت ليه برضه يبقى فيه ونس ودسكشن وكده. وهنسيبكم تشتغلوا براحتكم، عايزين تعملوا تشيك بوينت وتسلموا في الميد ترم حاجه عشان ما يبقاش الدنيا كلها مفتوحه، براحتكم. عايزين تخلصوا في اخر السنه، لان انا عارفاكم طبعا هتسيبوا كل حاجه لاخر السنه، وبعدين تقولوا اصل الدكتوره انجي مديه مشروع ومعطل مشروع التخرج وتشتكوني في عند الدكاتره. يعني نعمل تشيك بوينت في النص. ماشي. خلاص يبقى هنشوف الحاجات اللي لغايه قبل الميد ترم الخلصانه، الناس ترفع ليه اللي متواجد. طبعا هيكون في جايدنس يا باشمهندس، عمري ما هسيب حد كده. يعني مثلا اول عندك مثلا هوم ورك، اول بارت في الميجر تاسك هينزل لك حاجات تعرفك على شكل الراديشن، وانك تتعامل مع السفيريكال كوردينيت، وازاي تصمم، تحسب شويه حسابات بسيطه، تعلي السكيلز بتاعتك شويه. فهينزل لك دي زي سوليد شيت او مسائل معينه تحلها كديزاين. هناخد بعد كده مثلا هيعدي اسبوعين، يعني زي ما اقول طبعا انا اسفه جدا ان الخريطه دي مش موجوده قدامكم على الباوربوينت، لكن مثلا احنا هنبدا الكورس بتاعنا، انا حافظه يعني التاسكات، فممكن احطها مع السلايدز اللي كانت موجوده. ادي الكونتنت بتاع المنهج، وهينزل لكم على فكره جدول كامل في مفروض المحاضرات بالاسابيع، معاملينها بطريقه غريبه شويه. زي ما قلنا النهارده المحاضره الانترودكشن، ايه هي الانتنه، ازاي بتراديت، كونسبت الراديشن، ليه اصلا الانتنه السلكه العاديه، ده هنقوله كمان شويه. يعني احنا كده كنا بندردش بنقول بقى كورس كونتنت والابيليتيز وهتعمل ايه ومش هتعمل ايه وكده، تمام. لكن زي ما قلنا هناخد اول حاجه ليه الانتنه بتراديت وليه السلكه العاديه مش بتراديت، وامتى يحصل الكونديشن اللي هيحصل فيه راديشن، تمام. وتعرفوا ازاي يحصل ايه، ان يحصل دي اتاتشمنت للالكتريك فيلد من الراديتور ويمشي في الهواء. ده هدف محاضره النهارده. الاسبوعين الجايين هنبتدي ناخد بقى ازاي نحل ماكسويل ايكويشن في الراديشن مود، فيبقى عندنا شويه ماكسويل ايكويشن كده هنعيش معاهم محاضرتين. هنطلع منهم الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، فهنرسم الباور او الانتنستي حوالين الانتنه، ونبتدي نتعرف على ايه هي بارامترز الانتنه. في حاجات انتوا سمعتوها وفي حاجات انتوا ما سمعتوش عنها. يعني مثلا اكيد كل الناس سمعت ان الانتنه ليها باندويتس او ليها ريزونانت فريكونسي. لو الانتنه دي ريزونانت يعني عند فريكونسي لوحدها مش باند كامل. احد البارامترز للانتنه ازاي احسب لها الدايركتيفيتي او الجين. يمكن كلمه الجين مور فاميليار ليكم عن كلمه دايركتيفيتي، دي بارامتر للانتنه. ايه تاني؟ الراديشن افشنسي، كفاءه الراديشن دي قد ايه، خدت باور قد ايه وقدرت اطلعها في صوره الراديشن دي، 70% 60% 50%. طب هل في رقم انا كمهندس لو الانتنه كفاءتها نزلت عن رقم معين يبقى ديت مش راديتور افشنت؟ يعني مثلا احنا ما بنحبش اي حاجه فوق تحت ال 60%، من 50 ل 60 في بعض التطبيقات مقبوله، بعد كده بقى ده ايه اللوسز اكتر من الراديشن. هنتعلم ازاي نحسب الراديشن افشنسي، كمان هنتعامل ازاي نحسب الامبيدنس للانتنة. الانتنة في النهاية بتوصل على ترانسميتر او ريسيفر، بلاك بوكس، صح؟
فلازم تبقى عارف الانبوت امبيدنس بتاعتها ايه. المفروض درستوا معانا الترانسميشن لاين وعارفين ان لو الانتنه الامبيدنس بتاعتها مش زي السيستم اللي راكب عليها هيحصل ميس ماتش او ريفليكشن فالباور مش هتخش ليها، فالباور اللي انت محضرها عشان تطلع راديشن تبقى اقل من اللي انت حاسبها. المفروض كمان تتعرفوا ان انتوا تعملوا البولاريز، تتعرفوا البولاريزيشن بتاع الانتنه، الانتنه ديت ليفت هاند ولا رايت هاند سيركل ولا رايت هاند ولا لينير ولا ايه، ده ايه ده الالكتريك فيلد اللي خارج من الانتنه ديت شكله ايه. مهمه الحكايه دي؟ اه مهمه. لو الانتنه بتاعتي لينير بولاريزد في اتجاه الواي دايركشن وهتطلع فيلد بالشكل ده وهتقف لها انتنه من الناحيه الثانيه لينير بولاريزد في الاكس دايركشن، حضرتك هتستقبل حاجه ليه؟ لان الانتنه ديوال سيستم، لو انت مطلع الواي تيجي كل استقبالها الماكسيمم في اتجاه الاكس، يبقى معنى كده لو جاي لك واي مع اكس يبقى انت مش هتستقبل اي شيء. طب امتى يتحقق احسن استقبال؟ لو الفيلد اللي جاي الايند مع البولاريزيشن بتاع الانتنه اللي تستقبل عليها. عشان كده هتلاقوا ان معظم الانتنز اللي في السيلفونز سيركل بولارايزد، يعني ايه؟ يعني عند اي اتجاه واي اورينتيشن تقدر تستقبل ايكوالي. كان زمان كان يقول لك ايه، فاكرين كانت جمله عند بابا يعني بابايا وباباك والناس الاكبر شويه، كان يقول لك ايه، الاشاره مش جايه اعدل الموبايل. حد يقول لك ايه، غير مكانك، غير الموبايل، حطه كده حطه كده مش عارف ايه. الكلام ده مش حقيقي. لو الانتنه دي سيركل بولارايز المفروض ان الاشاره تستقبل في جميع الاتجاهات بشكل واحد. فلو انت مش عارف البولاريزيشن بتاع الانتنه اللي مطلعه السيجنال او اللي هتستقبل، فممكن تتعرض لحاجه اسمها البولاريزيشن لوس فاكتور نتيجه للمس ماتش في البولاريزيشن، فما تستقبلش السيجنال اللي انت مصمم عليها. فدي احد الحاجات او احد الفيتشر. اهو زي ما شايفين هنحل ماكسويل ايكويشن، هتعرفوا البارامترز بتاعت الانتنه ايه. تاني هم 11، الانتنسيتي، الافيشنسي، الجين، الدايركتيفيتي، الباند ويدث، ده ناس كتير. ايه انا ما سمعتش حته الفيدنج، بس سمعت ازاي مش هتفرق معاها صح؟ اه احنا في حاجه اسمها سمول سكيل فيدنج. انا دلوقتي في حاجه سيت فيدنج، يعني ايه سمول سكيل فيدنج؟ فيدنج في السيجنال. طب ده يعني فيدنج بيحصل نتيجه لايه؟ طيب خلينا نتناقش في الموضوع ده بعدين. خلاص فهنعدي على المرحله دي، هنحل ماكسويل ايكويشن وبعدين نمسك البيزك انتنا نطلع لها كل البارامترز اللي المفروض تطلع. وانت بتعدي في الحكايه دي لازم تجهز نفسك انك تفتكر شويه السفيريكال كوردينيت سيستم، هنفتكره مع بعض لان هنحل ماكسويل ايكويشن في السفيريكال كوردينيت. تمام. كمان معادلات الالكتريك فيلد، معادلات الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد كلها ان فانكشن اوف ار وثيتا وفاي. حتى الرسومات بتاعتك بتاعت الراديشن باترن لما انت بترسمها او حتى بتطلعها من سيميوليشن بتطلعها في الفاي بلين او في الثيتا بلين او بتتعامل مع السفيريكال كوردينيت سيستم. تمام. بعد ما نخلص المرحله دي بقى خلاص عرفنا الانتنا البيزك، هنخش على حاجه اسمها الواير انتنا زي الدايبول، واشهرهم الدايبول. انتنا مشهوره جدا وبيزك وفاندامنتال وموجوده في ايه، في تطبيقات كتير جدا برده مع انها حاجه بدائيه او بيزك. وهنبتدي برده نحل عليها ايه ماكسويل ايكويشن. هنتعلم كمان الباور بادجتنج، يعني عندك سيستم فيه ترانسميتر وريسيفر، انتنا في الترانسميتر وانتنا في الريسيفر، ايه انواع اللوسز اللي هتقابلك في الفري سبيس؟ طبعا انتوا عارفين ان التشانل في الحاله دي في حاله الانتنا هي الهواء، ودي من اصعب التشانلز على فكره لانك ما تقدرش تغير فيها. معظم التشانلز اللي هي الجايد سولوشن ممكن تغير في الويف جايد او في الاوبتيكال فايبر عشان تظبط اللوسز او تظبط الدنيا، لكن الهواء بتاع ربنا ده موجود، المفروض انت اللي تطبق عليه مش العكس. فهناخد حاجه اسمها فيرست ايكويشن، ولو في وقت هناخد حاجه اسمها الرادار ايكويشن. بعد كده بقى هنبتدي نتكلم على الاري. خدت بيزك كومبوننت ازاي بتعمل المصفوفات او تعمل الاري سيستم عشان تحصل على بريفيليج او ديزاينز سبيكس اعلى من الموجود من السنجل سيستم. في حاجه اسمها اليونيفورم اري، وفي حاجه اسمها النون يونيفورم اري اند سو اون، وهنبتدي نشتغل عليهم. في تكنيكس لحساب الراديشن انتنسيتي او شكل الراديشن حوالين الاري قصاد السنجل اليمنت، وتشوف الفروق انت عملت ايه. وكمان بنراجع، يعني انا اديك سبيكس معينه اقول لك صمم الاري او صمم انتنستي او راديشن يكون بيحقق الحاجات دي وعندك كذا، ابتدي اختار. في سنه من السنين جبت مساله قلت لهم قدامكم تطبيق معين وشرحته في المساله، يعني ما اديتش الانتنه دي كتير قوي، بس في سنه من السنين عملت كده، طرحت مشكله وقلت انت محتاج تصمم حاجه معينه تحقق حاجات معينه، اتفضل ادي جدول الماتيريال
وادي الترددات، وابتدي بقى انت صمم او اختار من الجداول دي الحاجات اللي انت مفروض تطلع بيها البرودكت او الانتنا سبيكس اللي انت هتشتغل بيها. صمم. مفروض بقى انت وصلت المرحلة اللي هي في سنة رابعة اللي هي الابيلتي تو ديزاين اند انالايز. مفيش اجابة، ممكن يكون في اكتر من اجابة، وممكن بقى طريقتي في حط السؤال تجبرك على مسار معين، في اوبتم، بس مفيش حد خد غلط في السؤال ده، ممكن يكون ليه اختيار. بس اهم حاجة وانت بتحط الريبورت بتاعك حتى كانجينير، المفروض انتوا اشتغلتوا في شركات انترن، انا شايفكم ما شاء الله منورين على لينكد ان، كل شيء يقول لك الحمد لله الذي خلصت انترن في كذا، خلصت انترن في كذا، شفتكم ما شاء الله يعني كلكم عملتوا في اماكن كويسه جدا. بس احد الحاجات اللي اكيد شفتوها في الشركات، حتى لما تختار اوبشن لازم تقول سببه ايه، يعني ليه خسبت الماتيريال دي واخترت دي، مفيش حاجه كده انا عملت دي وخلاص. بادجت وايز، كوست وايز، افيشنس وايز، هتحقق السبيكس، ممكن تكون غاليه لكن هتحقق اللي انت طالبه، مفيش اوبشن غيرها، فلازم يبقى عندك راشنال انت بتختار الحاجه ليه. طبعا الكتاب اللي احنا هنشتغل منه اللي هو بس انتوا بسموه بلانس، بس كوستانتينس بلانس، اللي هو الانتنا فاندامنتال، ما اعرفش عندكم ولا لا، او ممكن حتى اشوفه لكم وارفعه لكم الكترونيك زي ما برفع كل الكتب الايه اللي موجوده. ماشي، ده الفاندامنتال بوك اللي هنشتغل منه. طبعا هيكون في شيتات وفي معيد بيحل عشان في اسئله في الامتحان انسون، لكن ايه انتوا عارفين انا ما بحبش تسليم الشيتات، يعني الشيتات دي ليكم انتوا عشان تقعدوا تكسرسايزوا مع المعيد. قبل ما ابتدي اخش بقى في يعني احنا دلوقتي خلصنا ايه زي يقولوا الساعة الاولانية، هل ليكوا اي طلبات في سير المحاضرات غير ان التصوير مسموح؟ هل ليكوا اي طلبات سواء في السكيشن او في المحاضرات عايزينها بحيث انقلها للمعيدة وانا اخد بالي منها قبل ما اشتغل؟ هو المنهج نفس السنين اللي فاتت، بس ممكن يكون اقل شوية، يعني سحبنا حاجات من الكونتنت لان الوقت اقل من السنة دي، بس عن التلت، تلت الوقت راح، فممكن اكون اخترت توبكس بترتيب معين، وفي حاجات بدتها على حاجات ممكن احدث شويه، توبكس احدث او حاجات لازم تسمع عنها، ما ينفعش امشيك قبل ما، فغيرت الترتيب، لكن هتلاقي ان كل الكونتنت موجود، بل في حاجات نقصت شويه. ها ده سؤال، الكونتنت واحد عن السنين اللي فاتت، انا ما كنتش بدرس السنين اللي فاتت. بعت امبارح المندوب بعت لي، انا نفسي خلاص انا بموت دلوقتي، بعت الدكتور واثق واداره الامتحانات المسؤولين عن السبيس هنا في الكليه، وقالوا الاسبوع ده بس هنا وان شاء الله يحاولوا الاسبوع الجاي نكون في مكان تاني. انا تعبت صراحه، انا متخيله الحر مفيش نفس. على قد ما اقدر او هحاول يعني ان قبل اي محاضره، يعني هنشوف بعد ما اخلص كلامي دلوقتي، ممكن اديكم بريك تجيبوا ميه او تطلعوا في الهواء عشان انتوا كتمتوا خلاص. حاول ابعت لكم فيديو قبل المحاضره يعني مدته لا تتجاوز العشر دقايق، لما تسمعه تاخد فكره عن اللي هتسمعه في المحاضره، فتبقى محضر نفسك او بتسمعه يعني ايه يعني على الموبايل كده 10 دقايق قبل ما تنام، قبل الانستجرام ممكن تسمعه ايه او تشوفه انت جاي في الطريق انسو، تمام؟ وساعات بحس ان الفيديو بتوصل حاجات او بتفيجواليز حاجات، حتى لو قعدت ارسمها كذا مره انتوا يعني بتقتنعوا دلوقتي اكتر بالفيديوهات اكتر ما بتقتنعوا بكلامنا او بالبورد، يعني فيها تولز بتساعد يعني، تمام؟ برضو سالت نفس السؤال قبل ما اديكوا بريك عشان احنا كلنا بنموت دلوقتي. ليك اي طلبات؟ انا حرانه وفصلت يعني ومسلمه امرها لله. ها ده في ناس فصلت، ده في ناس، ها يا عيني فين اوضتي وتكييفي؟ ها تحت مفيش طلبات. طب الميجر تاسك عجبك انتوا اي حاجه موافقين باصمين يعني ايه؟ خمس درجات عشان الديبيت، الكليه اللي محدده كده، ما اقدرش مهما انا صححته من اي حاجه اعرف في الاخر هيصفي على خمسه كله، يعني الويت بتاعه قل قوي يعني. هو ده قواعد دلوقتي في الكليه، الميجر تاسك عشان المفروض ما نحملش الطلبه كتير، فالميجر تاسك هي بس اللي عليها درجات الكبيره، اي اكتيفيتيز ثانيه تبقى ماينور او ما عليهاش درجات عشان انت تتعلم، المفروض تاخدها بالبرسبكتيف ده ونقلل الاستريس. انا عايز اتاكد من الرقم ده، انا شاكه بس انا ايه عايز اتاكد. ها
مفيش اي طلبات في الميجر تاسك في السكاشن في اي حاجه؟ عدد ايه؟ تصدق بالله انا عملت 2 عشان عارفه ان في فصال. ها اقصى حاجه 3 ومفيش بعد كده. ده يعني في الحالات القصوى، لكن انا عايزه اتنينات عشان يعني في تشتغلوا بايديكم، ما يبقاش في حد متفرج. ما انا عشان كده بدات من 2، عارفه لو كنت بدات من 4 كنت تقولي 5، ولو 5 يبقوا 6. يعني هنشوف ماشي. غيره عشان نفتح الباب ده شويه. ده سؤال جميل، ده برضو سؤال جميل. هو حضرتك قاعده معانا طول الترم ولا في حد هيبدل علينا؟ لا انا وانتم. وفي البرامج كمان، يعني كمان في ميعاد محاضره تانية ليا هيبقى في البرامج. يمكن هيبقوا في ايه؟ انا بديكم اوبشن ليهم وليكم. حصل مشاكل مثلا لا قدر الله، المفروض انك تحضر هنا. بس افرض انت في اسبوع وقعت او حصل حاجه وما لحقتش. الكلام ده الواحد 2 حالات استثنائيه، بس نديكم اوبشن. اللي عايز عندي محاضره تانية هتبقى انتنا برضو، هو نفس الكونتنت، يمكن هم الميجر تاسك بتاعهم يبقى مختلف سنه، لكن ككونتنت محاضره واحد، السلايدز واحده. ففي ميعاد تاني هيبقى يوم الخميس، طبعا هم بقى يوم الخميس محظوظين ما عندهمش محاضره. يعني فهم هيبقوا ديليد عنكم باسبوع، يعني لغايه ما نعوض. لكن مثلا حصل ظرف طارئ لحد وما لحقش محاضره 2، ده مش ديفولت ان كل المدرج يجي يوم الخميس. انا عارفاكوا، لان هم ساعتها يعني هضطر امنع. بس انا دايما بقول انتوا كبار، يعني بنديكوا باب تاني عشان لو حصل حاجه ممكن واحد كده يجي يقعد يسمع المحاضره وايه ويبقى لحق حاجه لو هو عايز. والكلام ده هقوله لهم برده على فكره. بس العكس عادي، انتوا كتير فهم لما يجوا عليكم مش فارقه معاكم، لكن هم قليلين، هم حاجه و20. ها اي طلبات عشان ناخد افتح لكم الباب ده يعني ريست؟ نعم لا مش لازم، اي حد انت بتحبه او بتكرهه مش فارقه، او يعني عشره خدت عليه بقى وعرفت اللي ليه واللي عليه. مش عايزين نزود العدد عشان تشتغلوا بايديكم وتفكروا شويه. نعم بدل ما اخلي كل واحد لوحده. ايه لا مفيش اسئله صعبه قوي قوي. انا مش سامعه، بتتكلم على الفورماتيف ولا الميجر تاسك؟ ماشي متقلقش. برق في المدرج ده، اطلع شويه هنا وارجع. خدوا بريك 10 دقايق، ريحوا رجلكم، اطلعوا في الهواء وتعالوا في المقمره دي تاني. خلاص دردشنا وعرفنا الكورس وهنعمل ايه والحاجات دي كلها وريحنا وحرانين وكل حاجه. النهارده بقى هنبدا ديت ليكتشر 1، هتلاقوا كاتبه ليكتشر 0 اللي هي فيها الكونتنت والميجر تاسك، وهبعت لكم الفايل اللي فيه كل حاجه. دلوقتي بقى هنبدا ليكتشر 1. الكونسبت او الكي مسج اللي انا عايزه اعرفها لكم قبل ما امشيكم عشان هنموت كلنا من المسيحيين، إيه ان احنا عايزين نعرف حاجتين. هاو انتنا راديت، كونسبت الراديشن او الدي اتاتشمنت، حتى مكتوب في الكتب كده الدي اتاتشمنت كونسبت، يعني ازاي الفيلد بيسيب السلك او الواير ودي اتاتش ويخرج للهواء. والحاجه الثانيه ليه الناس او ليه كونسبت الراديشن، ليه السلكه العاديه لو انا حاطط سلكه كده قدامنا على المكتب دي ممكن تراديت ولا لا، في شروط تخليها تراديت ولا لا. تمام. انا كنت محضره فيديو صراحه 8 دقائق كان يجيب كل القصه دي، يعني كنت ممكن اعرضه اقول لكم السلام عليكم وامشي او حتى نتناقش فيه، بس للاسف الواي فاي السيجنال هنا مش لاقطه حتى بالباقه بتاعتي يعني، وكمان العرض احاول اشغله ابعته لكم تشغلوه او احطه لكم على ال ام اس او ابعته للمندوب تبصوا عليه، لكن فعلا في مفيد. طيب تعالوا بقى نتكلم على اول فكره، لامتى السلك يحصل لها راديشن او ايه كونسبت الراديشن. طيب لو احنا نقول البيزك اليمنت او البيزك اليمنت عندنا التو واير سيستم، فاكرين الترانسميشن لاين؟ تعالوا كده افكركم بيه، ادي رسمه مشهوره قوي كانت عندكم، سورس ترانسميشن لاين عادي. لو انا عندي سورس بالشكل ده، سورس بالشكل ده دي بحاول ارسمه اهو، وموصل عليه ترانسميشن لاين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
كان الترانسميشن لاين ده السيجنال اللي طالعه من السورس كان الكرنت، ممكن تقول الكرنت رايح كده او الستاندنج ويف كرنت رايح كده والكرنت ده راجع كده، صح ولا غلط؟ ده السيناريو الاولاني. تفتكروا الاستراكشر بالشكل ده اللي قدامكم سورس وترانسميشن لاين هيراديت ولا لا؟ غالبا لا، السيناريو ده مش هيعمل راديشن. حد عارف ليه؟ ده احنا قلنا هنجاوب على سؤالين وبعدين نروح. السؤال الاولاني الاستراكشر ده لو جبت سورس ركبت عليه ترانسميشن لاين، هل اتوقع ان لو انا جيت هنا واقف في السبيس هنا اقدر اقرا الكتريك فيلد يعني راديتد؟ لا. طب ليه؟ كلكم مؤكد يعني عماد مأكد لكم ان لا. طب ليه؟ عشان في هواء. ما هو الراديشن مود بيمشوا في الهواء يا ابني، مش بتوصل حاجه. ايوه ابتدى بقى الباشمهندس يصحى معانا اهو. لو انا بقول ان انا عندي اي كرنت ماشي في الاتجاه ده تو واير سيستم زي الكواكسيال، وفي كرنت راجع عكسه تماما في الواير التاني. لو قلنا كل كرنت من هنا مسؤول عن تخليق الكتريك فيلد، السوبر بوزيشن بتاع التو سورسز قد ايه؟ زيرو، هيكنسلوا بعض. يعني لو انا بقول فاكرين زمان لما كنا بناخد الالكتريك شارج الكتروستاتيك بقى حاجه زمان، نقول نقول بوينت شارج كيو ويبقى الكتريك فيلد عند نقطه في السبيس، فكنا نقول ده زائد ده زائد ده زائد ده. فاكرين حاجه زي كده لما كنا نقول لكم عندكم بوينت شارج سيستم كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكنتوا تقفوا هنا عشان تحسب التوتال الكتريك فيلد. كنت التوتال الكتريك فيلد في السبيس كان عباره عن ايه؟ المجال الكهربي اللي جاي من كيو 1 ومن كيو 2 ومن كيو 3، صح؟ كان السوبر بوزيشن ده. لكن لو حصل بشكل ما ان كيو 1 وكيو 2 على نفس البعد وعكس بعض في الاشاره، كان ممكن السوبر بوزيشن تقول ان التوتال الكتريك فيلد عند النقطه دي بكام؟ بزيرو. نفس الكلام بالنسبه للتو بالانس واير سيستم. لو عندك ترانسميشن لاين عادي متوصل بسورس الكرنت في الرايح اللي راجع عليه اوت اوف فيز، تمام، وراجع في الاتجاه العكسي، تمام. في الحاله دي لو انا بحسب الكتريك فيلد عند نقطه ما في السبيس بعيد عن الترانسميشن لاين، هنلاقي ان حتى السوبر بوزيشن او الاثنين دول هيكنسلوا بعض ومش هيبقى في اي الكتريك فيلد في السبيس. جوه قال لك تعمل ايه؟ قال لك طب ايه، ابعد دول شويه عن بعض. فجاء الاستراكشر الثاني، حتى تلاقوا في الكتب بيدرجها لكم بالشكل ده، خد الترانسميشن لاين اللي انت عارفه وافتحه شويه كده، اعمل له فليرنج او بيندنج. تفتكر لما بيعمل الفليرنج او البيندنج ده هو بيستفيد ايه؟ ايه كوبلينج يعني؟ مش دقيق قوي التعبير ده، انتوا ناس السنه الرابعه بقى، مش دقيق قوي التعبير العلمي ده. نعم؟ ايوه الفيز. هو عايز يحصل ايه؟ عايز الكرنت لما يمشي في السلك ده، لو احنا نقول في كرنت ماشي في الاتجاه ده وداخل في السورس وطالع هنا، تمام، مش كل الكرنت اللي في نهايه الترانسميشن لاين هنا وهنا هي اكزاكتلي هيكنسلوا بعض او هيبقوا عكس بعض 180 درجه شارب، هستيل في سوبر بوزيشن او في ستيل فاليو للالكتريك فيلد، وممكن يبدا يحصل الدي اتاتشمنت ويبقى في الكتريك فيلد في السبيس. قال لك لكن ده كمان مش كفايه او ايديالي مش كفايه، انت هنا لسه الباشمهندس بيقول ده في جزء منه مش هيكنسلوا بعض، يعني في حته هتفضل مش هتكنسل مع الواير اللي تحت. مش ده كرنت باي مثلا بالنسبه لكم وده ماينس اي؟ الحركه دي هتخلي ان هنا الالكتريك فيلد لما تيجي تحسبه مفيش توتال كانسليشن، الحته الفليرنج او البند اللي انت عملته في الشكل ده. قالك ده كمان مش كفايه، ده انا عاوز الاثنين يرينفورسوا بعض، انا مش عايز اللي تحت واللي فوق حتى جزء منهم، مش عايز كله مش حته منه. فعملها ازاي؟ وصل لاشهر ستراكشر اللي هو الترانسميشن لاين او السورس وراه الترانسميشن لاين، وعمله بالشكل ده، خلى الفليرنج 90 درجه. لما عمل الشكل ده حصل ايه في الكرنت؟ لو عايزين تفتكروها او حد بيذاكر وعايز يفتكر الاتجاهات، بص على الريبون ده، بص على الريبون ده، وبص على الدايره كده. كرنت هيمشي كده 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 بالاورينتيشن اللي قدامكم ده، السلكه اللي فوق والسلكه اللي تحت، لو بنقولهم تو اليمنت او دوت تو واير اليمنت بتاعك دلوقتي، الكرنت هنا مش في نفس اتجاه الكرنت اللي هنا؟ يبقى في الحاله دي الالكتريك فيلد في السبيس هيبقى ايه؟ مجموع الاثنين.
مجموعه الاثنين، حصل ري انفورسمنت للاثنين. فاول مفهوم عندنا، اول مفهوم عندنا عشان يحصل راديشن من سمبل واير ترانسميشن لاين، ده هنقول السلكه اللي هي يعني ابسط حاجه، لازم الواير او لازم الكرنت يرينفورس بعضه، او على الاقل انت تقول حته منه هيحصل راديشن، بس اعلى كفاءه انك تخلي التو اليمنت او التو واير الكرنت في نفس الاتجاه. اكنك لما تيجي تحسب الالكتريك فيلد من واحده هتيجي تحسب في السبيس اكنه دبل جاي من اتنين، مش واحد يكنسل التاني. المفهوم ده نعم يعني ليه هيبقى الدبل مش واحد بس؟ هو بص يا باشمهندس عشان برضه ابقى امينه معاك، هو احنا بعد كده لما نتعامل معاه مش هنتعامل على انها تو اليمنتس، هي دي انتنه واحده ليها لينس معين تمام، لكن انا بحاول اوصل لك يعني احاول اوصل لك الكونسبت اكن الجزء ده ماشي فيه كرنت في نفس الاتجاه بتاع الكرن ده تمام. فاكن بقول لك اكن لو دول تو سيكشنز مسؤولين عن كرييشن الكتريك فيلد، لكن ده دبل بتاعه هيبقى في السبيس مش واحد. احنا لسه ما دخلناش في المعادلات، وعلى فكره لما نحسب المعادلات كلنا هيتاكد لنا الكلام ده، او هنشوف الكلام ده بقى ايه بماكسويل ايكويشن مكتوب وازاي هنحسب الالكتريك فيلد، يعني هنعملها بايدينا. لكن بالنسبه للكونسبت، الناس عرفت ليه الرمز او ليه التو واير ترانسميشن لاين العادي اللي قاعد في الهواء ده ليه ما يعملش راديشن؟ طب ده اول شرط عماد قاله لنا، يبقى عشان يحصل راديشن تمام، او ليه عشان يحصل ان السورس بتاعك الالكتريك فيلد لاينز تمشي في نهايه السيركل فلير ده، لازم يحصل ايه؟ لازم يكون في فرق في الفيز بين اللي فوق واللي تحت او كاورينتيشن يخلي الكارنت ما يكنسلش بعض. طب بصوا على الرسمه اللي قدامكم دي، بصوا على الرسمه اللي قدامكم دي، شايفين خطوط 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 خطوط؟ على فكره الرسمه دي ممكن تقول السؤال اللي انا عايز اقوله، ايه الشكل اللي قدامكم ده؟ ده سورس ساينوسويدال، لو بصيت فوق ده شكل الاشاره. على فكره كل انتنة عشان تشتغل محتاجه حاجه اسمها الاكسايتيشن، يعني ايه؟ زي كده الدوائر الكهربائيه، اقفل البطاريه احط سيجنال انسون. في شروط عليا عشان يحصل الراديشن، هل ينفع عشان اعمل انتنة هل اقدر اعمل اكسايتيشن بدي سي سيجنال؟ يعني اجيب فولتج دي سي بطاريه واقول ان انتنة يحصل فيها راديشن؟ يعني اروح اجيب السلكتين اللي انا قلت عليهم، اجيب كواكسل واحط في نهايتهم بطاريه واقول ده يشتغل انتنة؟ على فكره ما الكواكسل ده تو واير سيستم بالانس، كرنت رايح وكرنت راجع، ده اول واحد درستوه في حياتكم. لو انا جبت الطرفين دول او من ناحيه منه من الكواكسل ده قطعت كده وركبت دي سي فولتج، هل متوقع في الطرف الاخر لو انا مشيت شويه في السبيس اقدر اقيس الكتريك فيلد؟ لا. طب ليه؟ ملوش فريكونسي اصلا. طب والفريكونسي عايزينها في ايه؟ نطلع الاجابات منكم بقى. الفريكونسي انا عايزها ليه؟ ما علي صوتك كده، هتعمل تشينج في الالكتريك فيلد. هتعمل تشينج في الالكتريك فيلد. طب انا عايز تشينج في الالكتريك فيلد ليه؟ ايه؟ ما هي كده كده الويف اللي في الهواء اللي هي راديتد ويف هي الكتروماجنتيك ويف، فيها الكتريك فيلد عمودي عليه ماجنتيك فيلد، والاثنين عمودين على دايركشن البروباجيشن بتاعها. طب يعني احنا كلنا في المحاضره اول حاجه اتاكد لنا ان احنا عاوزين ما ينفعش نستعمل اكسايتيشن الانتنة دي سي، لازم يكون عندنا الترنيتنج فولتج او اي سي فولتج عشان يعمل اكسايتيشن للراديشن مود او للراديشن سيجنال. طب ليه؟ نعم مش سامعه بالظبط، ليه؟ حد عارف يفسرها؟ الفريكوانسي زيرو ما ينفعش، ما الفريكوانسي زيرو يعني دي سي. في عرف الالكتروماجنتيك ويف الباشمهندسين اللي درسوا 3 كورسات ومقفلين الدنيا، الويف اصلا محتاج ايه؟ يعني انا عشان في ويف فريكوانسي، الويف محتاجه فريكوانسي، ما هي لما تبقى اي سي هيبقى ليها فريكوانسي، واحنا في المايكرويف كمان مش فريكوانسي عاديه، دي فريكوانسي سريعه. ها ما ليها فريكوانسي يبقى ليها ويف لينس، فيها بروباجيشن. اتفضل. ايه بالظبط كده باشمهندس؟ رجع للاصل،
عشان يكون في الكتروماجنتيك ويف ويحصل بروباجيشن. انتوا خدتوا من ماكسويل ايكويشن اساس العلم كيرل اي بتساوي ايه؟ نيجاتيف بارشال بي باي بارشال تي، وكيرل الاتش بارشال دي باي بارشال تي اللي هو الالكتريك فيلد مع التايم. يعني عشان تتخلق الكتروماجنتيك ويف لازم يكون عندك تايم فارينج الكتريك فيلد وتايم فارينج ماجنتيك فيلد. وخدتوا ان اساس الالكتروماجنتيك ويف ان لو عندك تايم فارينج الكتريك فيلد، يعني في الكتريك فيلد تايم فارينج هيخلي قصاده تايم فارينج ماجنتيك فيلد اي واتش. اي واتش دي الموجه بتاعتك الالكتروماجنتيك ويف. الكلام ده اول مره تسمعوه؟ لا احنا بنفتكر اللي فات، دي ذكريات. يبقى اول حاجه، يبقى اول شرط عليا عشان اعمل او اعمل اكسايتيشن لانتنا وتشتغل راديتور، اول حاجه لازم يكون في الكرنت رينفورس بعضه، ولازم اشتغل بايه؟ باي سي اكسايتيشن. طب لو انا عندي الاي سي اكسايتيشن اهو، يعني ايه اي سي اكسايتيشن؟ بلاش كلمه اي سي ودي سي بتاعت السيركت. لو عندي ساينوسويد فولتج فاريشن على طرفين السلك اللي هيشتغلوا او على طرفين الراديتور، هيحصل ايه في الخط ده؟ سورس وترانسميشن لاين والانتنه راكبه في الاخر، هيحصل ايه؟ لا قبل الراديشن، ايه اللي هيخلق الراديشن؟ هو ايه الراديشن اصلا؟ عمالين نقول راديشن راديشن راديشن، ايه هو الراديشن ده؟ ده المود بتاعها، بس ايه هو الراديشن يعني؟ الكتريك فيلد او ماجنتيك فيلد ماشيين مع بعض. طب والالكتريك فيلد هيجي منين؟ من الكرنت. ازاي؟ لو عندي ادي السورس الفارينج تايم فارينج سورس، وادي الترانسميشن لاين، وادي الانتنه، هيحصل ايه؟ مش مهندس الورق خالص الحراني عيني. انت لابس ازرق جنب واحد لابس سترايبس، والله انتوا. طب بصوا وراكوا اخر ناس في المدرج. ايوه انتوا وكتاب اللي انتوا. هيحصل ايه لما اوصل اي سي فولتج سيجنال على ترانسميشن لاين واخره انتنا؟ طب بص على الصوره. طيب حتى البشاوره هنا يعني تعالوا نوريكم الكونسبت. مش عايزين تخلصوا تطلعوا من المستنقع ده الحاره اللي احنا فيه. ماشي تعالوا نبص على الراديشن او الدي اتاتشمنت، او نقول ازاي السلك هيسيب السلكه ويمشي وتبقى راديتد مود. تعالوا نرجع للاصل، تعالوا نرجع للدايبول. عارفين الدايبول اللي هو ايه؟ لو عندي اتوجد بوزيتيف تشارج في ناحيه ونيجاتيف تشارج في ناحيه، ايه اللي هيحصل؟ بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج، انا رجعت الالكتروستاتيك اقل كمان من اللي انا كنت بديه، يحصل ايه؟ هيحصل الكتريك فيلد لاينز. كلنا عارفين ان الكتريك فيلد لاينز تطلع من البوزيتيف وتنتهي عند النيجاتيف، صح؟ طب تعالوا بقى نفيجوالايز كده. لو التشارج البوزيتيف والنيجاتيف دول ابتدوا يتحركوا تايم فارينج للتشارج دي، هيحصل ايه؟ يعني في لحظه ما من التايم، في اللحظه رقم واحد او نقول تايم ايكوال زيرو، اي ابلاي سيرتن فولتج. ركز معايا، اي ابلاي سيرتن فولتج عندي من السورس، خلاها لي تشارج بوزيتيف في ناحيه ونيجاتيف في ناحيه. وانا عارفه السؤال هيجي يتخلقوا ازاي، هقولها لك فيزيكالي تتعمل ازاي، ماشي؟ بس خليك معايا. هيحصل ايه؟ لازم هيتربط بينهم خطوط الكتريك فيلد لاينز بالبوزيتيف. العلم بيقول كده، التشارج هيتخلق كده، حاجه تحرك بعد تايم تي ايكوال تي على 8 او تي أو على 4، هيحصل ايه؟ التشارج دي هتحصل لها ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف، هيحصل ايه؟
هيبتدوا يقربوا من بعض. لو قربوا من بعض يحصل ايه شكل خطوط اللاين؟ هيحصل ايه؟ برضو في خطوط الكتريك في لايت من البوزيتيف لنيجاتيف، لكن النتيجه ان هم سيم تشارج بيقربوا من بعض، او بوزيتيف او اوبوزيت تشارج يقربوا من بعض، الكتريك في لايز هيكينك وهتبتدي يحصل لها ايه؟ تضغط شويه. عند لحظه ما البوزيتيف والنيجاتيف دول لو عادلوا بعض او وصلوا لنفس المكان هيحصل ايه؟ حركه التشارج ديت ايه اللي ممكن يعملها؟ مين اللي يغير مكان التشارج او يعمل اكسلريتنج للتشارج على اللاين او على الانتنة او على الراديتور؟ الساينوسويدال فاريشن. عشان كده لما بقول عند اللحظه تي ايكوال 8 او تي على 4 كنت اقصد انهي سايكل. تعالوا ناخدها بالراجع. لو عندي فولتج سيجنال بالشكل ده ساينوسويدال، وانا طالع عمال ابيلد التشارج بتزيد 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 لغايه ما اوصل لايه؟ الماكسيمم. وبعد كده يحصل ايه؟ تدل تدل. عند النقطه دي يحصل ايه؟ البوزيتيف والنيجاتيف كانهم ايه؟ عادلوا بعض. حد فاهم حاجه؟ يبقى شرط من شرط الراديشن ان يحصل ايه؟ ان احط الترنيتنج فولتج على السلك عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل اكسلريتنج للبوزيتيف والنيجاتيف تشارج، يبتدوا يتحركوا مع بعض. وعند لحظه ما لما بيقابلوا بعض بيحصل دي اتاتشمنت الكتريك فيلد لاينز اللي موجوده بتلف على نفسها وتخرج بره. عشان كده شرط من شروط ان يكون في راديشن مود ان يكون عندك ايه؟ الترنيتنج فولتج اكسايتيشن على السلك بتاع الراديتور. لو دي سي مش هتحصل الحركه دي. طب بتحصل ازاي في السلك؟ يعني الكلام ده كده دايبول وسلك وفيلد، الكلام ده بيحصل فعليا ازاي؟ لو عندي انتنه بالشكل ده الانتنه دي عباره عن ايه؟ فيزيكالي بقى. انا عارفه ان انتوا طبعا الكلام الحلو بتاع الكتريك فيلد والتشارج ده موجود، بس في السلك بيحصل ازاي؟ الايفكت ده بيتمك في السلك ازاي؟ يعني في بوزيتيف ونيجاتيف ويبتدوا يتغيروا مع حركه الفولتج المتغيره دي. تفتكروا ازاي؟ ها؟ لما انا بوصل الفولتج سيجنال دي هنا، اول ما بوصلها لو انا بدرس مثلا في الربع الاولاني، في الحالة دي هنا عندي نيجاتيف تشارج وهنا عندي بوزيتيف تشارج. هيبتدي الفولتج لو انا رسمت في النص اللي بعد كده، انا بعكس اكن هنا بقى بوزيتيف وهنا بقى نيجاتيف في الرامب اللي نازل، لو انا بتكلم على النص ده من السايكل. في الجزء الاولاني ادي من بوزيتيف لنيجاتيف من بوزيتيف لنيجاتيف من بوزيتيف لنيجاتيف. لما السايكل تبتدي تقلب افكتفلي اكن التشارج حصل لها ايه؟ النيجاتيف هنا بتزيد والبوزيتيف هنا ايه؟ بيقل. العكس بيحصل. في الحاله دي شكل الفيلد لاينز عامل ازاي؟ الله اكبر الله اعظم. لو بصينا على الاكيوميليشن بتاع الاثنين دول مع بعض هيحصل ايه؟ عند اللحظه 0 هنا تي على 2 بعد نص السايكل هيحصل ايه؟ هتلاقوا الشكل ده عامل كده، الخطوط دي كده. وفي النص التاني من السايكل هتلاقوا نفس الباكت دي او نفس البروباجيشن او راديشن مود، بس في الاتجاه العكس، الفيد لاينز في الاتجاه العكس. عشان كده قلنا لو وصلنا دي سي للسلك مش ممكن الايفكت ده ايه يحصل. هل احنا مقتنعين بان ده حصل ولا مش مقتنعين؟ نعم. الماجنتيك فيلد فين؟ بتاع فرادي مش فرايدي. لا مهم. تايم فارينج الكتريك فيلد هيخلي ايه؟ ماجنتيك فيلد عمودي عليه والاثنين عمودين على الدايركشن البروباجيشن. يعني اللي انتوا شايفينه ده تايم فارينج الكتريك فيلد ولا تايم فارينج ماجنتيك فيلد؟
الباشمهندس بيقول امال فين الفرايداي انت غلط تاني فرايداي افكت فرايداي افكت تايم فارينج الكتريك فيلد اللي مرسوم على البورد الباكتس الملفوفه حوالين نفسها خطوط الفيلد قفلت على نفسها فكانت عامله دي اتاتشمنت من السلك وخرجت دي تايم فارينج ايه تايم فارينج الكتريك فيلد مفروض لو في تايم فارينج الكتريك فيلد هيتخلع حواليها ايه بفرادية ماجنتيك فيلد اتجاهها فين عمودي على الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد والاثنين مع بعض بيعملوا ايه الالكترو ماجنتيك ويف اللي هي رادييتد في الهواء نعم اعيد الاكزامبل الاخير ده ماشي الباشمهندس عايز اعيد الاكزامبل تاني بنقول لو احنا بنابلاي فيدنج بنطبق فيدنج يعني خلاص الحر مش حران لا انت تمام كده انا افتصت انا لو عندي اكسايتيشن فولتج اي سي قلنا الدي سي مش هيعمل راديشن اكسايتيشن فولتج اي سي هيحصل ايه شكل الاكسايتيشن عامل ازاي دي فولتج سيجنال ايه كومبليت سايكل 1 فولتج سيجنال اي سي هيحصل ايه لو انا عندي الخط ادي السورس الاي سي موصله على انتنة اول ما احط السيجنال الربع الاولاني ده بيحصل ايه هو انا لما ابلاي فولتج على سلك بيحصل ايه فرق جهد على سلك يحصل ايه يا ناس فرق جهد على سلك بيعمل ايه يحصل فري الكترونز الالكترونز تمشي تبتدي تتحرك في السلك فلما تسيب مكانها تسيب بوزيتيف تشارج وتاكيوميليت كلها الناحيه الثانيه نيجاتيف تشارج تتحرك من هنا لهنا وماشيه كده فالايفكت بتاعها كان في بوزيتيف تشارج تحت ونيجاتيف تشارج فوق صح لما يكون في بوزيتيف تشارج في مكان او اكن الالكترون ثابت مكانها فثابت بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج اكيوميليتد على طرف الانتنه من الناحيه دي يحصل ايه بين البوزيتيف والنيجاتيف في الكتريك فيلد لاينز لازم تتكون من البوزيتيف للنيجاتيف العلم بيقول كده خطوط الفيض او خطوط المجال الكهربي اللي موجوده يجي ايه نتيجه بقى ان الفولتج ده مش ثابت على الوضع ده لو كانت بطاريه فالفولتج ثابت على وضع معين فمش هيتغير فمش هيحصل راديشن لكن نتيجه ان الفولتج بتاعك ساينوسويدال هيبتدي يغير اشارته او اتجاهه فهيحصل ايه الفولتج اللي انت هتحطه هنا كفولتج دروب على السيجنال اكنك عكسته قلبت البطاريه اللي انت عارفها بتاعه زمان فيحصل ايه للكرنت كان زمان يحصل ايه لما فرق الجهد يتغير تعمله ريفرس كان بيحصل ايه في الدي سي الكرنت دايركشن بتاعه ينعكس صح فلما الكرنت الدايركشن بتاعه يبتدي ينعكس افكتفلي عندنا يحصل ايه بدل ما البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا يعني الكرنت اتحرك من هنا لهنا الفري الكترونز اتحركت في السلك من هنا لهنا فثبت هنا فراغ بنسميه بوزيتيف واكيوميليتد النيجاتيف في الناحيه دي تتعكس الايه يحصل ايه في النص في الربع الثاني من السايكل في الحته دي يجي الفولتج سيجنال تتعكس فالكرنت اتجاهه يتغير فيحصل ايه يمشي من هنا لهنا فيبقى النيجاتيف تحت الالكترونز اتحركت مشيت هنا وثابت مكانها فاضي فالبوزيتيف فوق فيحصل ايه يبقى عندك في الربع الثاني في السايكل دي بقى لسه موجوده الحته دي مع الوقت هي اتزحزحت شويه حصلها دي اسمها هوريكم صوره دلوقتي ويبتدي يتخلع الكتريك فيلد لاينز في الاتجاه العكسي عند اللحظه تي ايكوال تي على 2 عند نص السايكل بالظبط الفولتج تقريبا زيرو عدله بقى حصل ايه في اللحظه دي خلاص مفيش تشارج الالكتريك فيلد اتاتش ليها حصلت هيحصل ايه ده مع ده في اللحظه دي تعالوا بقى نرسم اللحظه الثالثه حتى متعبه يحصل ايه الكتريك ما عادش فيه تشارج عند لحظه الفولتج بزيرو ما عادش فيه حركه لما يكون فيه صفر فرق الجهد صفر في حركه لا مفيش حركة مفيش تشارج يحصل ايه اللاينز مفيش حاجة تأتاتش عليها فيحصل ايه خطوط فيت كده ماشي هتسسبند لنفسها ولا هتلف على نفسها بتقفل هتلف وتقفل على نفسها دي اللي بقى اللي بيسموها في الكتب كلها بتاعت الانتنة الدي اتاتشمنت ثيوري امتى يحصل ان الفيلد هيلف على نفسه ويقفل ودي اتاتش ويسيب الايه الراديوتور لان ما عادش فيه تشارج في اللحظة تي ايكوال في اللحظة الفولتج بقى فيها صفر مفيش تشارج تمسكك ايه فيها في الحالة دي يبقى عندك الباكت بالشكل ده
وبتبقى لحظيا، يعني مش حاجه هنستنى شويه صفر، لا ده هي ثانيه، ده هو الترنيتنج ايه فولتج. طب الفريكوانسي بتاعت الالترنيتنج ديت هي نفس فريكوانسي السيجنال اللي طالعه من الانتن، اللي هي فريكوانسي مين؟ فريكوانسي السورس اللي حضرتك شغال بيها. ولو انت في المايكرويف تبقى 3 جيجا 4 جيجا، يعني الحركه دي ايه على طول سريع لحظه واحده. في الحاله دي ادي الباكت دي كده كده كده. في النص التاني من السايكل يحصل ايه؟ هتلاقي فيه دي اتاتشمنت او باكت تانية. الديستنس اللي قطعتها دي قد ايه؟ الديستنس اللي قطعتها على ما تكون في النص سايكل، الحته اللي عملتها ده مشيت قد ايه في الهواء؟ تفتكروا مشيت قد ايه في الهواء اللي حصل لها دي اتاتشمنت وفرقت السلك دي؟ مشيت قد ايه؟ نص لندا. الله ينور. ليه؟ هي اتكونت هنا في نص لندا، جت اللي بعديها السايكل اللي بعديها كانت دي مشيت اتزاحت لندا بيتوع على ما التانيه بتتكون. دي الصوره اللي احنا بنتكلم عليها، التشارج فورميشن لغايه ما السلك قفل على نفسه، حصل دي اتاتشمنت، وبعد كده ايه الباكت التانيه بتتكون في عكس السايكل بعد تي على 2. عشان كده لو مفيش alternating excitation على الانتنة، اي نوع انتنة، مش هيحصل الراديشن ومش هتسيب السلك او الكوندكتور اللي انت عايزه يراديه. وصلت؟ الحمد لله. اتفضل. لا انا اديت مثال، يعني اختار انت اي حاجة واشتغل بيها حسب اتجاه الكرنت اللي انت فرضه. لو الكرنت بيتحق الباشمهندس بيقول لي المفروض يبقى البوزيتيف تحت والنيجاتيف فوق، او النيجاتيف تحت والبوزيتيف فوق في البدايه، حسب ايه؟ حسب فرضك للتيار. لو التيار بيتحرك من او الفري الكترونز بتتحرك من او يعني من تحت لفوق، تمام؟ يا في الحاله دي ايه؟ المكان اللي هيسيبه الفري الكترونز هيسيب مكانه بوزيتيف، واللي هيروح ياكوميليت الناحيه الثانيه هيكون هو النيجاتيف. فحسب فرضيتك انت، بس احنا عايزين نوصل لمرحله ان الالترنيتنج كارنت بيخلق ربع سايكل اللي تشارج فيها في اتجاه، واول ما يبتدي يتغير اللي تشارج تقلب في الاتجاه التاني. وعند الصفر بتاع السايكل، عند نص السايكل، الفيلد يقفل على نفسه ويزيح ويمشي زي الكرسي ده كده اهو. فيجوال، كنا في المحاضره بقعد افتح لكم الكاميرا. ادي الفيلد لاينز، ادي الكرسي اهو، الفيلد لاين اهو في نص السايكل، ادي الكيرف الاولاني خلاص. بعد شويه السايكل بتكمل، الكيرف جه قلب الناحيه الثانيه، هتبقى في كيرف هنا عند زيرو ما عادش فيه تشارج اتاتش ليها للسلك، يعمل ايه؟ تقوم البتاعه دي سايبانه وماشيه راديتد في الاول، واللي بعده واللي بعده واللي بعده. المسافه اللي بتقطعها الباكتس دي وهي ماشيه في الهواء تتناسب مع الويف لينس او مع الفريكونسي بتاعت السورس اللي حضرتك عامل بيها الاكسايتيشن. يعني انت عامل سورس فريكونسي 3 جيجا، يبقى انت بتكسايت او بتراديت بسيجنال 3 جيجا. وتقدر تحسب بقى الويف لينس اللي بتقطعها الموجه باللمضه بتاعت الفريكونسي اللي حضرتك عاملها، والزمن اللي بتاخده اللي هيتقطع بيه. اتفضل. هو كده في دي ودي اتاتشمنت بيحصلوا في السايكل الواحده صح؟ بالظبط، مش في السايكل في السايكل الواحده بيحصل فيها اتاتشمنت الاثنين. اثنين مرتين. يبقى 1 فول ويف لينس فيها 2 باكتس، كل واحده تقطع في لندا بايتو. اند سو اون اند سو اون اند سو اون، راديشن باكج. وبتمشي في الهواء. الخطوط دي فعليا لو انت بتحسبها بتحسب ايه في المعادلات؟ يعني انت لو بتجيب بقى الماكسويل ايكويشن، الخطوط دي بتمثل ايه؟ الالكتريك فيلد. شكرا. طب لو انا عارف الالكتريك فيلد، عارفين ان من الماكسويل ايكويشن ان شاء الله هنعرف نجيب الماجنتيك فيلد. لو عرفت الالكتريك فيلد وعرفت الماجنتيك فيلد بتاع الراديتد باكت، يلا احسب الباور اللي شايلها الموجه دي وماشيه بيها في الهواء. وصلت؟ الحمد لله. الناس اللي ورا لقد وقعنا في الفخ هنا في المدرج ده. ها دي الطريقه اللي بنبعت بيها. طب لو الانتنه ريسيبروكال سيستم، كويس جبت لنا السؤال حلو قوي. لو الانتنه ريسيبروكال سيستم، تفتكروا بقى الاستقبال يتم ازاي؟ طب انت بتسال السؤال وبتجاوب؟ طب ادي فرصه لحد بقى يفكر. الباشمهندس بيقول دي الطريقه اللي انا ببعت بيها الترنيتنج سيجنال فولتج سيجنال الانتنه في الترانس. على فكره الانتنه از ريسيبروكال استراكشر، يعني ايه؟ يعني نفس الانتنه دي ممكن اشغلها ترانسميتر وهي هي، ممكن اركبها في اول الفرونت اند وتشتغل ريسيفر، هي هياها اخدها كده اركبها تبقى ما فيش انتنه مخصوص للترانسميتنج او للريسبشن. حلو. طب لو الانتنه دي هتستقبل، تستقبل بانهي ميكانيزم؟ العكس. يعني يحصل ايه بقى في عرف العلم؟
ها هيحصل ايه؟ الانتنه واقفه، انا الدكتور اهو وشايفه كل نظرات الحر والبوز، بستقبل منكم اهو الاشاره اهي، هيحصل ايه؟ تايم فارينج، انا بستقبل تايم فارينج الكتريك فيلد، هيتحول لايه؟ لكارنت او فولتج سيجنال، بيستقبلها بقى البروسيسور او الجهاز اللي انت بتذاع الموبايل، بيستقبل الكتريك فيلد اللي جاي من البيز ستيشن او المحطه اللي انت بتستقبل منها، بتخش على الموبايل على الانتنه تعمل ايه؟ تتحول لفولتج سيجنال، تتغير مع التايم، وحضرتك بالبروسيسنج يونت اللي جوه الموبايل او بالديكودر او بالسيجنال بروسيسورز تحول السيجنال دي لترجمه لاشاره ايه بتستقبلها على الموبايل، فتجي لك بقى ايه الداتا او المكالمه او كل الحاجات اللي الموبايل بيشتغل بيها. كده مش هتجيب فرق في 180 علشان بيعمل العكس اللي هو جاي بيه يعني. لا هي البروسيس انت تايم فارين كارنت، تحول الالكتريك فيلد طالع في الهواء، تستقبل الالكتريك فيلد طالع في الهواء يرجع تايم ايه فارينج فولتج بنفس يعني بنفس الاتجاه بنفس الـ يعني الكارنت اللي انا استقبله بنفس الاتجاه اللي انا بتابع بيه اصلا. بس هو ايه؟ انت عايز العلاقه اللي بيستقبل وبيرسل انت يعني، وعايز تعرفها ليه؟ انت يا شغال ريسيفر يا شغال ترانسميتر، ملهاش دعوه ببعض. انت هنا يا في الريسبشن مود يا في الترانسميتر مود، ما ينفعش تشتغل الاثنين. ايوه ترانسميتر وريسيفر في نفس الوقت. اتفضل. الفيديو بقى اللي انا هبعته لك في كل الاسئله دي بالصوت والصوره فيجوالايزد. انا كان نفسي اعرضه هنا الصراحه بس الامكانيات مش مساعده. ايه ايوه هو التايم فارينج الكتروماجنتيك فيلد بيحرك الالكترونز. لا ارجع لماكسويل ايكويشن. هو التايم فارينج ماجنتيك فيلد يخلي ايه؟ الكتريك فيلد كيرل الاي بيساوي نيجاتيف بارشال بي باي بارشال تي، صح؟ بص يا باشمهندس عشان الناس اللي بتكره المعادلات، مين اللي كان الناس اللي بتكره المعادلات فاكرين ماكسويل ايكويشن يا جماعه؟ كيرل الاي بتساوي نيجاتيف بارشال بي باي بارشال تي، افتكروا دايما اليمين يجيب الشمال، اليمين يجيب الشمال من يعني مش نقطه دي تمام؟ يعني ايه؟ يعني الليفت الرايت هاند سايد في المعادله تايم فارينج ماجنتيك فيلد يجيب الكتريك فيلد الناحيه الليفت هاند سايد اللي في المعادله تمام؟ يعني لو في تايم فارينج ماجنتيك فيلد بارشال بي باي بارشال تي، على فكره كل رمز في المعادله بيرمز لحاجه، بيرمز لحاجه بتحصل. لو جبت مجال مغناطيسي بيتغير مع الزمن يعني في تايم فارينج بيتغير، يبقى هتلاقيه على طول. لو جبت جهاز كده وحسيت لقيت ايه؟ الاقي ان في الكتريك فيلد اتخلق في المكان ده على طول، مغناطيس وعمال احركه، المجال بتاعه عمال يتغير مع التايم او رايح نازل رايح نازل رايح نازل. انسون المعادله الثانيه في ماكسويل ايكويشن بتقول ايه؟ كيرل الاي بتساوي ايه؟ نيجاتيف ايه سوري كيرل الاتش بارشال دي باي بارشال تي بلس جي. يعني لو في تايم فارينج او تشارج فارينج الكرنت بيتغير هيخلق لك ايه؟ ماجنتيك فيلد. او لو في تايم فارينج الكتريك فيلد هيخلق برده ماجنتيك فيلد. حاولوا دايما ان الايكويشن تقول لكم ايه اللي بيحصل في الواقع، لا واقع ولا بتاع خرجينا من المحاضره الحر دي. انا حاسه بيكي ان في كميه بؤس يعني وحر على وشوش الناس هتموت. ماشي خلاص يا جماعه. فالنهارده ده بس اقول كلمه واحده وبعدين اقول اللي انتوا نفسكم فيه. ده كان هدف محاضره النهارده، تعرفوا ليه الفيلد هيسيبنا ويمشي ويبقى راديشن. المحاضره الجايه ايه الاوبجكتيف بتاعها؟ اول ما نخش هنحط بقى ماكسويل ايكويشن قدامنا عشان نستحمل بعضينا محاضرتين وبعد كده كله تطبيقي بعد كده تمام. وهنحسب بقى الالكتريك فيلد راديشن وبتدي بقى نطبقه. السؤال بتاعك عشان ما يزعلش. ده سر يعني؟ ماشي اللي ما خدش بونبوني بقى يجي.